بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ثم قال ربنا بعد أن قال والله غالب على أمره، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه ولكن أكثر الناس لا يعلمون تحتمل معاني عدة، لكن من أعظمها لا يعلمون مكانة يوسف عند الله. لا يعلمون مكانة يوسف عند الله. ماذا يستفيد المؤمن إذا أدرك هذا؟ العاقل لا يبالغ في الخصومة مع أي مسلم، فإنك لا تدري عن مكانته عند من؟ عند الله. لا يبالغ في الخصومة مع أي مسلم، لأنك لا تدري ما مكانته عند الله. كما أن منها أن كثيرا من الناس يحيون يعيشون يأتون المساجد يغدون على الحرمين، ربما أعمالهم أو أفعال وظائفهم أو مهنهم وضيعة جدا، ربما كما في الحديث في طمرين لا يعبأ بهم أحد ولا يجلهم أحد ولا يؤتى لهم إذا دخلوا مجالس بأي إكرام، وهم لهم المنزلة العظيمة عند من؟ عند الله. فمن عظم من أهل الدنيا سواء كان مؤمنا أو كان فاجرا، فإن التعظيم الذي ناله قطعا سيذهب، كان مستحقا له شرعا أو كان غير مستحق، لكن ما الذي يبقى؟ المكان عند من؟ عند الله. فهذا نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، من بئر مهجورة إلى أيدي سيارة إلى سوق النخاسين إلى أن يسام عليه من يزيد، ولا يبلغ ثمنه إلا دراهم معدودة، ثم يحمل على أنه رقيق في قصر عزيز مصر، وهو عند الله قد كتب الله له من قبل أن يكون نبيا صديقا، وكتب الله من قبل أن قرآنا سينزل على قلب أكرم رسول محمد بن عبد الله، وأن من هذا القرآن سورة كاملة عنه اسمها سورة يوسف. العاقل يدخر له عملا صالحا عند الله حتى يدخر الله له عطايا يوم يلقاه. إن كل أحد قطعا سيلقى الله. من الشقي؟ الشقي من لا يفرح إذا لقي الله. قد تحقق أمرا يعجبك يحسنك، فتأتي به إلى مثلا أبيك، ربما بقدر الله أبوك لا يفرح بهذا الشيء. تأتي به إلى رئيسك في العمل، قد أنجزت شيئا لا يفرح رئيسك به. تأتي به إلى ولي أمرك لم يقابلك فيه بما تؤمل. تأتي به إلى أمك، كانت أمك مشغولة بأخيك مشغولة بأخيك. تأتي به إلى أي أحد تحب أو تجله فلا تجد عنده فرحة كنت تتمناها، فكونك لم تحصل على الفرحة عنده شرعا لا يضيرك لا يضرك لا ينقص من قدرك البتة. لكن من الشقي؟ من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة. من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة. كيف يستطيع المسلم أن ينال الفرحة إذا لقي الله؟ يدخر له سرائر أعمال يجعلها في غالب ظنه ذخرا يوم لقى الله جل وعلا. والله إنك لن تلقى أحدا أرحم بك من الله، فإن لم يرحمك الله فلن يرحمك أحد. قال أحد السلف: والله لو خيرت بين أن يحاسبني الله أو يحاسبني والدي
لاخترت أن يحاسبني الله، إن الله أرحم بي من والدي. اللهم إنا نسألك رحمتك في الدنيا والآخرة. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.